سرعة دوران هذه الماكينات الكهربائية المستخدمة في صنع اللبن المعروف محليا ببريك يشبه تذبذب وسرعة ارتفاع أسعار البناء في نظر العديد من المواطنين الراغبين في بناء منزل متوسط، إذ يشكو هؤلاء من ذوي الدخل المحدود من غلاء سعر البناء رغم حاجتهم إلى امتلاك مكان صالح للسكن. نحن ذو الضعاف ما عندنا إمكانيات كبيرة، صعيب علينا البنية. إذا الواحد مني فوت 10 سنوات على 15 سنة ولا ياك يبني لا بيت واحد، بدلا من واحدين أخرين تجبرهم يبنوا القصور في شيء مدة أقل من شيء، ياك يرجع له سيرجع عن ما فهم عدالة حقيقية بين جميع الناس. حال هذا الفتى لا يختلف كثيرا عن أحوال العديد من الموريتانيين الذين أثقلتهم هموم البناء والسكن في عاصمة تشهد تمددا عمرانيا ملحوظا وبشكل أفقي، لكن العقبة الكفيلة بكبح جماح حلم بناء منزل هي كالمعتاد ارتفاع كلفة العمران. بريك وسيمو والتراب هذا واعري، شو سيمو يمشي إلى 50 55، اسمع، والحديد 45 30 هذه تراوح بيناتهم، فهمتوا؟ بالنسبة لنا المواطنين ضعاف واعري لهم ما يقدوا قاع يشرو، فهمت؟ يدي العاملة ما عنده شيء بار ثابت، لكن يوميا تروامل 500 تروامل. وفي ظرف تشهد فيه سوق البناء المحلية تنافسا كبيرا بين اليد العاملة الوطنية ومثيلتها الأجنبية، ويشتكي فيه المواطن البسيط من غلاء كلفة الإيجار، تبدو الحاجة ماسة إلى وضع سياسة إسكانية تساهم في الحد من غلاء تكاليف البناء، الأمر الذي يرى مراقبون أن الجهات المعنية وحدها هي القادرة على اتخاذ قرار حاسم بشأنه.